في موضوع طبعا او احنا كامهات كلنا حبيبي انا بخاف عليك، مفيش اي حد في الدنيا هيخاف عليك قدي. انا عارفه مصلحتك، انت لسه صغير ما تعرفش مصلحتك، احنا اللي عارفين مصلحتك دايما. اي بيت مصري او غير مصري على فكره، عالمي، اي ام واب في الدنيا دايما يخافوا على مصلحه ولادهم وبيبقوا دايما حاطين الوصايه على الولاد. كويس. الحقيقه ان الكلام ده ملوش سن معين يا جماعه، لا 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 لا، يعني يبقى حلو كده اسم الله عليه 40 سنه وابني واقف كده. أيوة أيوة. بس نقول نفس الكلام. الام بقى طبعا الام ما بتسيبش، يعني مهما يعني مهما كبروا بيخاف على اولادهم، ده شيء طبيعي. صح. ده يعني حاجه فطريه، وفعلا بيبقوا خايفين عليهم، وفعلا بيبقى عندهم هم خبره عايزين يدوها للولاد. يعني برضو ما نقدرش نظلم الام والاب، لان الام والاب بيبقوا فعلا خايفين على اولادهم، شايفين بيضروا نفسهم في حاجه فعايزين يساعدوا. يعني بيبقى امومه طبيعيه احنا كلنا حاسين بيها وعارفينها. يعني اللي عايز اقوله بقى، انا شفت مسلسل الاول في رمضان كان مين قال بتاع جمال سليمان واحمد داش. عايز اقول لكم ده كان ابنه عايز يخش كليه هندسه. هو عايز يدخل ابنه كليه هندسه، وابنه عايز يعمل ورشه وحاجات بتطلعات في دماغه. ومش عايز يكمل وعايز يبقى الورشه، يعني كده موضوع شائك جدا. وموضوع طبعا هو احنا في بقى لو احنا حط في حياتنا حاجه زي كده، ان ابني عايز يعمل مشروع مش عايز يكمل تعليمه، وانا كام واب ما اقدرش اسيبه في سن مش مدرك في ابعاد الحياه اللي جايه ايه، وهو عايز ما يكملش ويعمل مشروع ويعيش بالمشاريع بس، ولا الاب والام في الحاله دي لازم يجبروا الولد لو اضطروا اجباره على انه لازم يكمل تعليمه ويعمل اللي هو عايزه بعد كده. فهل صح ان احنا لو لقينا اولادنا في حاجه بيعملوها بيحبوها وعايزينها، ان خبراء بتوع اللايف كوتش وبتوع التربيه كلهم بيقولوا لك سيب ابنك يعمل اللي هو عايزه، سيبيه ياخد قراره بنفسه، هو ده تمام، انا ما عنديش مشاكل، بس لو انا شايفاه هيضر نفسه، هل الصح تدخل الاب والام في الحاله دي؟ ويبقى لو ما اقتنعش يبقى في حزم في انه مثلا يكمل تعليمه، لو قلنا كلمه تكمله التعليم، وبعد يا سيدي خلص واعمل انت عايز، او جنب تعليمك اعمل هوايتك. فهمتيني؟ هل صح ان الاهل في الحاله دي لازم يتدخلوا بالذات في موضوع التعليم ده؟ لا يعني انا هو بالذات في موضوع التعليم ده يعني موضوع صعب اسيب ابني طبعا من غير شهاده طبعا. يعني اذا كنت انا مع انه ما تدخلش في اي حاجه في حياته في قراراته عند التعليم ده، وهقف يمكن ما اقول له بلاش تخش الجامعه اللي انا عايزاها، خش جامعة انت عايزها، خش جامعة سهلة يا سيدي عشان تاخد شهادة وتبقى متفرغ للمشروع اللي انت عايز تعمله ولا للهوبي بتاعتك، لكن لازم ياخد شهادة. ما طب مش طب خلينا نوسع الدايرة شوية، خلينا نبعد عن هذا المثل انه ابني يكمل تعليمه ولا لا، يعني هو مثل كمان شاذ الى حد كبير، لكن خلينا نوسع الدايرة شوية. ابني عايز ياخد قرارات في ملف انا شايفه انه غلط، يعني حاجات بقى مصيريه وكبيره واستراتيجيه، مش اصل احنا مش رايحين نشتري جزمه فانا عايز اجيب له البيضه عشان يبقى لونها حلو، وهو عايز يجيب السوداء وانا بكتب من اللون الاسود فاصمم واكسر دماغه واكسر رقبته. هنا الخطر الكبير. هنا بقى ليهم حق خبراء التربيه الايجابيه والتربيه الحديثه والتربيه كل المصطلحات الكتير دي ينبهونا، يعني لا ما هو انت مش معقوله كسرات طول الوقت حتى في ابسط القرارات واتفاهها. هنا هنا اسيب امد كده الخط ورحرحه واحسسه بنفسه انه برستيجه وانه بيعرف ياخد القرارات ماشي، لكن لو بقى في موضوع مهم ومصيري وحيوي اللي هو ايه، زي موضوع انه ابني عايز يغير مدرسته مثلا، او عايز يغير نظام التعليم، ابني عايز يجيب موتوسيكل، لو انا ابني 15 16 سنه 17 سنه في الحته دي يعني ممكن اوافق عليه اساسا، فعايز يجيب يا ماما ده بيتشحن بالكهرباء، ها ايوه يعني بيمشي ليه عجلتين ولا ابيض، يا حبيبتي ما بيمشيش ببنزين، يا حبيبتي مش همشي في الشوارع ميعاده لا رخصة. يعني حاجه بيقدروا يقودوها مثلا في الحاجات اللي بيعملها بتاع الشط والحاجات ده، انا بشوفه قرار مصيري. انت عارفه ان نديم عمل كده بالظبط، عمل ايه بقى؟ عايز موتوسيكل. ايوه ده الكلام ده دلوقتي اللي راسه الف سيف من 4 5 سنين هجيب موتوسيكل. وبعدين اكتشفت انه بيركب موتوسيكلات، يعني هو انت ممكن تركبي تاجري، يعني مش اكتشفت كتير قوي يعني هو بالظبط ما عنديش موتوسيكل، كان ماجر وبركب وبتاع. فالحل ايه؟ ما هو ما فيش حل، ما هو انت دلوقتي بتحبسيهم في البيت. كلمت وقلت انا وبابا وتناقشنا ويا ابني وما ينفعش وخطر في الاخر عملنا ايه؟ جاب الموتوسيكل بشرط انه يتساق، احنا عندنا شاليه صغير في العين السخن بالظبط، جوه الكومباوند اللي في العين السخن، يتساق في منطقه معينه. الموتوسيكل راح ما رجعش القاهره،
ما شافش القاهره دي تاني، شاف القاهره لما اتباع. انت ممكن، انا بقول ايه، انه ممكن تلاقي طرق، يعني عايز موتوسيكل في المصيف جوه الكومباوند اللي احنا قاعدين، حطي رولز، حطي قواعد، لانه يا جماعه انا اصطدمت بالحته دي. يعني انت عشان اديتي مثال موتوسيكل، عشان العيال لما بيكبروا السيطره عليهم صعبة، بتبقى مستحيله. وعلى فكره لو فضلتي تضغطي تضغطي هيقول لك ماشي اوكي وهعمل هو عايزه، زي بالظبط المسلسل. انا عندي هو بقى اوهم المشكله دي بقى في يوسف ابن حسين، غاوي بقى حاجات. طيب خلونا نوسع، تعالوا نوسع الدايره شويه. ماشي، يفضل برضو منطقه الموتوسيكل وانا جبت له سايباه براحته، بس تحت رقابه او في مكان محدد او بشروط معينه او باشراف عائلي او باشراف والده او باشراف عمه او ده. لكن لو المواضيع بقى اللي هي ايه بتخلي الاباء والابناء يخبطوا في بعض بشكل عنيف، مصير انت شايفه ان ابنك مصاحب واحد وهو بقولك في السن اللي هو القلق قوي ده، اللي هو ابو 16 17 ده، ولد مش كويس. فعلا فعلا ولد مش كويس، مش على طريقه اللي هو انت بتهولي، لا انت متاكده انه مش كويس وبالدليل القطعي هو مش كويس، ومن من اسره غير يعني عندها مشاكل اخلاقيه ما، ها تعملي ايه في الحاله اللي زي دي بقى؟ بالاقناع يعني ازاي؟ بس عايزه اقول لك حاجه، انا اقعد ازن على الودان ايه؟ أمر مساحي بس كده. انا ده حصل مع حفيدي، مع ياسين الكبير. انا لقيت صاحب مش مريحني وقت كده، يعني بدون يعني ربنا يا رب يعني يهدي اهله انهم ياخدوا بالهم منه، يا رب خلاص يا رب. فالمهم ان انا ياسين حاولت اتكلم معاه الاول بشده شويه، ولد ده مش كويس، ولد ده مش ناس تعرفه، فلقيت النتيجه دي مش جايبه، بيشوفه من ورانا طبعا، صاحبه وحبيبه بيحبه بيموت فيه وعاجبه البلطجه، واكيد واد كاريزما ولذيذ، الواد بيعمله بقى واد بقى بلطجي، واد بقى جامد الولاد، وتعرف في سن الصغنن 14 سنه لسه يعني صغير. فانا قعدت اوحشه فيه، صاحبته الاول قلت له والله عملت ايه مع صاحبك فلان، وابوه حقيقه غلطان 100%، لان ابوه معاه فلوس وعمال يدي الواد مبالغ لدرجه الواد داخل في سكه مش حلوه، فهماني؟ وللاسف ان الاب السبب، انا بقول كده، الاب السبب، ان الاب بيدي فلوس بالهبل، خلاص؟ فانا عايز اقوله ايه؟ قعدت بقى مع ياسين ويقول له احكي لي بقى، فيحكي لي اصطاد بقى في الحكايه. طب وازاي خليك تعاملك كده؟ هو انت قليل؟ هو انت كده؟ قعدت وراه 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 الولد بيسأل. بصي اهم حاجه دي طبعا تسمعي، اهم حاجه تسمعي. انا وهو اتفقنا ان احنا نبقى اصحاب انتيم، واني انا هنقذه في اي موقف ممكن يتعرض له، فخليك صاحبي واحكي لي عشان الحقك. انا لا هقول لمامتك، وفعلا لا بقولش لمامته وبعلنها، لا بقول لمامته ولا بقول لبابا، سر بيني وبينه. بس بنقعد بقى انا وهو نتكلم، انت هتعمل كذا؟ لا بلاش، اوعى كذا، مش عارف ايه، مره لقيته في حته مش عاجباني، حبيبي تعالى انا مستنيه في البيت، تعالى بسرعه لحسن ده خطر، تعالى بسرعه وانا فاهمك. عايزه اقول حاجه، مش يمكن كونك جدته مخفف الايقاع احسن؟ لا انا كنت عامله كده في حسام، يعني اقصد اقول معلش، لا جيل حسام غير، جيل غير الجيل اللي موجود دلوقتي ده، قصدي غير الصحوبيه، اقصد اقول ايه هادي، ايوه انا اقصد اقول ان نديم علاقته بشمهندس كرم بجده اللي هو والدك اكيد هتبقى اخف وابسط والذ من علاقته بوالده، يعني برضه العلاقه بالوالد غير العلاقه بالعم، غير العلاقه بالخال، غير العلاقه بالجد. اقصد اقول بس انا ساعات بشد جامد، لا ساعات بشد جامد. انا بقى هنا عايزه افهم، لانه في المذاكره في الحاجات دي مامته بتكلمني بيخافوا مني اكتر من يعني أنا...